راحت ال هذه لها مرة ثانية جد الهواء موسى يوه فكت صبر الله العلي العظيم. السلام عليكم صباح الخير. اليوم الأحد 15/11/44 هجري، يوافق 4/6/23 ميلادي على الساعة 5:30 الصباح. مريت السوق أدور طعوم، ما في أحد، ما في شيء، باقي ما جو الصيادين أو إنه ما طلعوا ما أدري والله. بمر على سوبر ماركت هنا أشوف إذا عنده شيء، على حسب ألاقي طعوم نزلت كسارة وبنزل كسارة مشيت له، لكن على حسب الطعوم. يا بشتغل أبغى أشتغل جلب، ندور هوامير شعور شعاف غيرها، وإن ما حصلنا ما معي إلا كاست. أشوف لي موقع الله يسرها، وأعرف الفترة اللي راحت إني مقصر في المقاطع، لكن أنشغلت والله مع الوالد الله يعطيه الصحة والعافية ويعطي كل عافيته، لكن ما قدرت أنزل إلي نطمن عليه. ما قدرت أنزل كذا، إذا شفت أن صحته كويسة وطيب الحمد لله نزلت، وإن شفت أنه تعبان ولا قعدت والله ورايح جاي بين أبها والبحر. وصلت الموقع اللي بنزله، هذا نزلت أنا أبو حافظ قبل رمضان، لقينا والله في خير لكن ما طولنا، الأجواء كويسة مغيمة وبحر نازل والهواء خفيف، يعني أجواء مثالية زي ما يقولون. جهزت أغراضي، دورت طعام ما لقيت إلا حبر، حتى هذيك طلعت ريحة تقدر مسود ذا، لكن مشي ما لقيت إلا كشكش عند الهندي هنا، لكن ما ينفع. دورت تونة ولا دورت سلماني ولا باغة، ما في شيء. قلنا نجرب هذه والبكرات اللي معايا، ثلاث بكرات، خيوط 70 وهوك 9 وهذه 90 والهوك اظن 7. نكبر طعم فيها، نحط فيها حبات كاملة. يا كريم يا الله يا رب، والله يا ريحة انها تبقى الراس. بسم الله، خلاص جاهزين تقريبا. الله يعني مشوار 800 متر بالتمام الى ما اوصل الموقع، لكن ناخذها على مهنا. والله يرزقنا ويرزقكم ويحمينا ويحميكم يا رب العالمين، توكلنا على الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم، بركات الله قبل الله ماشي ولا بكلمات الله التامات بشر ما خلق. اللهم نسالك من خير هذا البحر ونعوذ بك من شره يا رب العالمين. بسم الله لياقه ما فيه لي فترة. أمس نزلت موقع ما كان عندي طعم، نزلت كاست يعني مسافة يمكن 300 ولا 400 متر، والله ما مدني أمشي نفس المسافة اللي قد تعبت، لكن ناخذها تمشي والله يكتب الخير. بسم الله. المنطقة رملة زي ما تشوفون، ايش الحركة دي؟ كان في حركة سمكة هنا. المنطقة رملة زي ما تشوفون، فيها أعشاب، وبروح للأخير هناك في زي القطع شعاب مرجانية متفرقة، ما هي كسارة، زي الشعب كذا متفرقة، والعمق وراها يمكن على حسب ارتفاع البحر أحيانا متر ونص ولا مترين وعليها، لكن أتوقع الحين العمق ورا كسارة متر ونص إلى مترين، بعدين هناك بعيد يجيك العمق، لكن ما أقدر أوصل له لأن منطقة عميقة رايحة. يتجمع السمك فيها، حوامير شعاف شعور غيرها، أسماك كثيرة بياض إجابات. حبات سلمان هنا ما شاء الله، حبات كبار على 6 كيلو 7 كيلو، أشوفها تمشي. فكرت أكثر مرة أجي من هناك أرسل مجارير بالعجين ولا بالخبز هذا، لكن ما جت فرصة وما هو وقتها الحين، بقي لها شوية. لقيطة كبيرة بصورها لكن راحت قدامي هناك، واضحة منطقتها سبحان الله معكرة كذا، أحب المناطق هذه. هذه زي اللي مسكت معايا في الكاست، لكنها كبيرة، دي كبيرة مرة، وصلت لعندي هنا رجعت. أيوة تقريبا بدنا قربنا، والله مشوار ما انقطع، مشوار مسافة
حالنا. قعدنا هنا كيف عنا نحط طعم كبيرة ما مشكلة. أقدي والله يعين. يا الله يا رب الله يرزقنا الخير الله يرزقنا الخير. في شيء هنا ولا قدمت هناك في منطقة هناك بقدمها أقدم عندها عند الصخور هناك، لكن بجرب مبدئيا هنا أجرب المنطقة دي كيف. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. يلا خلص هالك يلا يا كريم. هذه أول رمية أول رمية إيه عمر عمر بنجمة. هذه بداية بطيط بطاية حلوة بداية طيفة. باقي طعم زي ما هو كويس. أبو نجمة أنا ضربة ما شاء الله. أي شعور إن شاء الله ترجع لها. هيا يلا يا كريم. مبدئيا في حركة كويس في يلا يا رب. راح تاخذ ايه صخرت. هي صغيرة سي شعور حسني حسني الله يجيب الهوا أمير. شعور حسني صغير جد ضربتين قبلها حلوة ضربتين قبلها قوية لكنها مسكت هذه. شوف الله خير كل شوية احنا نجرب في المحل نقدم نجرب هنا ونجرب هنا بعدين نشوف ايش احنا عليه. بسم الله قاعد في الشعب ارميها بطرف الشعب هذا اللي قدامي. ايوه ممتاز طرف شو الهوامير تجي في الطرف احيانا شعب برضه الشعور تعدي. مسكتي ماشية مدري موجودة ولا راحت انا قاعد اسحبها ضربت شكل عقام انا قاعد اسحبها جرت بس مدري شي لا موجودة شو توك. ايه يلا 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 انا شو شي ايش معنى مدري شي شيء هو عقام عقام والله وقف ولا قف ايش هي ذي ايش هي عقام لا شعور. تعالي 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 ما شاء الله هذه اول واحدة اول بداية الخير. اللهم لك الحمد الحمد لله ما شاء الله حجمها كويس حجمها ممتاز لكن يبعدها مني لجمع البلاوي هنا يبعدها هناك يبعدها شوية اجت بلاوي ولا شيء تجي عندها هناك. ايوه يلا يلا دام في شعور ارمي من هنا قاعد ارمي في طرف الشعبة الثانية من هنا ما شاء الله. هذه الثانية شكلها شعور برضه شكلها شعور شعور برضه ما شاء الله. تعالي هذا الشعور ما شاء الله ثاني واحدة الحمد لله والشكر شكلها تضرب هذه وانا قاعد احكك هنا. هيا
والله يعين. والله قوية. إيه الله والله ما هي راضية. لا هنا. أوه يعين الله يعين يا الحوس الحين. نفك هذه بس. يا الله عز. سنتين حد الآن. حجامها كويسة. حجامها كويسة دي. والله جبر خير. إذا بستمر هنا إلين أوقف الضرب بعدين بقدم للشعب هذه كسبح لها، لكن مبدئيا بستمر هنا. أيوة هذه برضو كويسة، شكلها شعور حتى هي، شعور حتى هي أكيد صغيرة شكلها هذه، شعور أحجامها كلها ممتازة اليوم. اليوم يوم الشعور، كان الله يجيب لها وامير. الحمد لله. خلي شين الله يستر. شكله برجع شكله كذا صغيرة. كذا حس إنها صغيرة. إيه. صغيرة هذه. روحي الله يجيب الهوامير. نبغى الهوامير شعاف برضه كويسة، شغال عليك حبار صغير ده. شغال قطع على هوك 9 وهوك 10 كلها تضربت على هذه وهذه. ما حطيت الكبيرة، ما حطيتها. ايوه ان شاء الله انا تجيب هامورة دي. مشيت لنا على طول، والله على طول، لكن ما مسكت لو مدها تنزل سحبت. هيا غيبة شكلها هامورة دي، ما ادري كان شعورة كبيرة بس كويسة سحبتها في البداية كويسة. لا ما شاء الله شعفا، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تعالي تعالي يا مرحبا. هي باية مسحبتها بداية حسبتها أمور، سحبتها قوية بعدين رجعت معايا. الحمد لله اللهم لك الحمد، الحمد لله والشكر. يا الله يا كريم، الله الله يجيب الهوامير. باقي لحد لا ما جت، لكن دام في ضربة من هنا إلى أن تجي قدمت لها. إذا ما هذه قدمت لها الحمد لله. خف الضرب بعد فيه مقطع لها الشعبة هذه بس بحلا لحد الآن قلت فيه الحمد لله. ثلاث حبات هذه ما شاء الله، حبة شعفة تنتهي شعور، لكن دور الهوامير إن شاء الله هناك مشيئة الله تعالى. الله يجيبها. لازم لكن لا لازم أقطع المشرف ما يتغطيني، ما أدري والله أكيد إنها تغطيني. شوف والله الموية إلى الرقبة، هي الموية الرقبة كذا تقريبا. والله في تيار لا ما غطتني الحين، ماشي عادي يمكن متر فوق المتر ونص. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نكمل اسبوع احسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحياة موية باردة، هي وصلنا الحمد لله. هذه المنطقة شعب ما شاء الله، شعب مرة حلوة هذه.
بس بروح قدام هناك رمي في طرفها هنا. شوف الحفرة اللي بينها ما شاء الله كذا. هنا الحوامير هذا موطنها ما شاء الله. ما شاء الله الشعب سيطر عليه هذه. أوف. راحت ال أهم شيء الحبار ذا لي. أهم شيء هذا يجمع لي بلاوي. إيش اللي طاح؟ كاميرا أهم شيء. لا موجودة. أوه محوسة. إيش ال هذه ال الكرة الثانية. هذي سويت والله خبطة فادري. اللهم لك الحمد. أفلحت علي كثير الطعام والله. أفلحت الطعام علي. لكن الحفر هذه أكيد فيها هوامير. طحت هنا ما أدري كيف طحت. فراحت علي الطعام. لكن مقص أدور المقص. راح المقص. ما عندي بسيط. مقص عادي. بس إذا موجود ناخذه. لا الظاهر ما موجود. خلاص نرمي شوية هنا إذا بيشي ولا مشيت من بدايتها. الحمد لله على طول غربينا ما شاء الله على طول. شيء أبو نقطة أبو نقطة تنفعني طعم والله يعني صخرت. حتى بنقطة صخير ولو هكت هكت. حسني بعد الطيحة ما نجد خير. بعد الطيحة هذيك ما حصلنا خير. يلا يلا لا تروح ضرب لكن ما مش ما يكسر ما يكبر صار. حسني يا ابو نقطة يلا هيا ان شاء الله تجي. اشوفها صغيرة صغيرة دي. هو بكت لا موجودة شعر قلتك ما هي صار عرفتهم. روح بتخلص الطعام بتخلص الطعام علينا اليوم ما بستفيد ولا شيء. لكن ما مسكت هذه صغيرة. شوف جاية صار رجع الصبح شعر صغار كنا الحين بدأ صغار. هين عليش خلص الطعام ما عبر بشيء. أيوة شوف شعور شوف أكيد تكفى والله الطعام سلماني ولا تونة هي الكويسة. هذا على طول يروح الحبار غير نصه راح عليه نصه طاح. الله يكتب الخير. خلاص راح الحين مرة مرتين راحت ما أظن عاد في شيء. أيوة 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 هذه طيبة ما شاء الله. الله يجيبها. هذه هامور هامور الشيء هامور ما شاء الله. أخيرا وصل هامور. أخيرا وصل واصل أخيرا واصل الحمد لله. أبشركم اللهم لك الحمد. الحمد لله والشكر. تأخر علينا تأخر. كيفك الله يجيب الخير. الحمد لله ثانية. يا الله يا رب هذه الهمر الثانية. هذه الهمر الثانية
جد هواميس. يوه فكت. ما لنا نصيب فيها سبحان الله. الله يجزيه خير. الله ما شاء الله نفس الاول واكبر. ما لنا نصيب الحمد لله. يعني يوم عرفت تجمعها فين؟ هنا تعالى خلص الطعم. هي هنا في المنطقة دي. هي هنا. خلها نستعدلها بس. ان شاء الله تكبر ان شاء الله. ايوه 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 يا استعجلت والله استعجلت عليها اخاف تسخر عشان كذا سايبها بسرعة صغيرة هذه شعور ابغى نقطة بخليها احط طعم هذه ما عاد عندي طعم خلها هنا طعم الله يجيب الخير هنا 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 يلا يلا هيا هامير صغير ها هو هم صغير ابو سمان يلا ما انت وثاني كشر صغير برضه شعور ما يوقف الضرب لكن صغار على شو ما يوقف الضرب خلص طعم علي ايه يا ربي يا ابو نقطه بحطها بالنقطة ذي بحطها هي دائما لقيت تجرحت كذا ما عاد بتعيش بحطها هي ممكن جاها مورة كبيرة ولا شيء نجرب حظنا فيها 90 ايوه صقع فراسي هناك ان شاء الله جهة نصيبها يا الله يا كريم خاف الضرب فبحط هذه بنقطة هذه اللي طلعتها بحطها قصيت الذيل كذا وحطيتها انا شوف ارميها هناك نزيد نحاول اذا في شيء خلاص خلاص ارميها النواحي هذيك ما اقدر امد فيها نجرب حطنا في شيء ولا اتوكل على الله بسم الله سحبة سحبة حلوة والله ذي يا الله الله يجيبها شكلها قصت والله ما شاء الله سحبة حلوة يا الله كريم حاط نص ال ابو نقطة ذي حاط نصها ان شاء الله ترجع لها ان شاء الله في حولها هذه قبلها كبيرة يا الله يا رب سكت احب لا شو ابو مليس هذا على الطعم صغير حبار اخر قطعه رميتها تعال ابو مليس ايه راحت ابغى اوريكم اياها لك روحت زيد نحاول مع هذه شويه اذا في شيء ولا طلعنا الله ملك الحمد الحمد لله توكلنا على الله اللهم لك الحمد الحمد لله والشكر هذا اللي طلع معانا اللهم لك الحمد ثلاث ثنتين شعور حبة شعفر ثنتين شعور حبة شعفر حبة هامور وحبة هامور ثانية فكت معي شفتوها أكبر من هذه زيادة لكن الحمد لله أربع حبات وأول ما جيت من هنا انكبت الأغراض ورا علي شو اسمه ورا علي المقص طلع عليها مقص ما ادري ايش راح زياده والله ما ادري هذا ما عاد فيه ضرب اسماك صغيره كلها شعور ابو نقطه وهوامير صغار ما في ذاك الصوت الطعم له دور يعني لو عندي طعم كويس كان ممكن هاي شوف الحفر هنا حفر رهيب والله حقت هوامير ذي كنا ما مسكت يا الله رب يا الله يا كريم اوه حميقه شوف والله قديتي أحلى من أول يا الله يا رب هذا الله ما ينكب زيادة ذي أوه أيوة الأسفح أيوة ها
كشكش. يا زين السباحة والله زين. ثاني بطل زين قبل شوية. في شعب هنا. شوف كشكش. شيل إطار ده. يعني ما جاء إلا يمكن يطالع. شوف المناطق هذه كيف ما شاء الله. أصورها أشوف شو اللي فيها. أكيد فيها بلاوي. قطعنا منطقة السباحة والله هنا على مشوار السيارة. مشوار ما بسيط والله مشوار ما بسيط. ما شاء الله الأجواء أجواء روعة مغيمة هواء بارد جنوبي ما شاء الله تبارك الله. لكن ما عاد قرب ما عاد في شيء يجلس يعني يحمس. والطعوم خلصت عندي لا نرجع إن شاء الله سواء في نفس الموقع أو موقع ثاني. إلا اللهم لك الحمد. الحمد لله كم هانت بقي كم باقي هو بقي أقل من نص المسافة أقل يمكن 300 متر كذا. أوه وصلنا أخيرا ما بغى يخلص الطريق. اللهم لك الحمد. الحمد لله هذا الصيد الحمد لله. هذا الشعور ثنتين شعور وحبة شعفن وخامورة وابلعت علي واحدة ثانية خامورة ثانية. اللهم لك الحمد خير بارك الحمد لله والشكر. والباقي صار زي ما شفتوا الحمد لله والشكر الحمد لله.